كانوا هناك يبحثون عن طريق يأخذهم حيث لا يعلمون. هناك جلسوا منتظرين، منتظرين رياح التغيير. انقسمت القلوب بين بحر وجبل، فذهبوا برحلة أجيال طويلة في رحاب أرض مباركة، ينتظرون رياحا جديدة. بدأت العاصفة، أخذت معها الجميع نحو عصر جديد. هنا بحثوا عن مياه تروي ظمأ إصرارهم على الحياة والتقدم. لم يعرفوا أنهم يبنون لنا أساس ما نحن عليه اليوم. عملوا الأرض وكأنها جزء من أرواحهم، فأخذوا يغوصون في أعماقها لاكتشاف المزيد، إلى أن هبت عاصفة أخرى، جرفت الماضي وأشرقت ثقافة وانفتاحا على العالم أجمع. لفظت تلك الحقبة أول حرف في كتاب العلم والثقافة. أتى نور لا تطفئه ظلمة، وإيمان يحتضن محبة وشجاعة تفوق عدد رمال تلك الصحراء. حتى رأينا نجمة يهتدي بها كل من سلك درب التاريخ والعلوم. هي شمس دوما شارقة، إنها الشارقة. تأتي أهمية بناء الإنسان قبل بناء المرافق، فهو من يثري المعرفة ويعمر الأرض.